الناس في مصر على المقهى يجتمعون يتحدثون في شؤونهم وأحوالهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في هذه الأيام الحديث حول انتخابات الرئاسية في مصر، هذه أول انتخابات تدخلها مصر بعد ثورة 25 يناير. لأول مرة في مصر لا نعرف من هو الرئيس القادم ولا نعرف إلى أين سيتجه أصوات المصريين. نحن الآن على المقهى نحاول أن نتحاور مع بعض المصريين الذين يجلسون على المقهى لنتعرف منهم عن رأيهم في الانتخابات الرئاسية. في البداية أتعرف على حضرتك. صابر البحيري. أستاذ صابر. وعلى حضرتك يا فندم. محمد حمز السويس. وعلى حضرتك. أحمد سمير من القاهرة. يعني ما شاء الله القاهرة والسويس. خلينا في البداية نتكلم عن الانتخابات الرئاسية. حضرتك متابع الانتخابات الرئاسية؟ أيوة بالتأكيد. حضرتك عارف امتى ميعاد الانتخابات؟ 23 و24. رايك في العمليه الانتخابيه؟ يعني دي اول عمليه انتخابيه رئاسيه تشهدها مصر، فيها 13 مرشح، عدد كبير، وتقريبا ما حدش فعلا عارف مين الرئيس الجاي. بالظبط، ده كله بيرجع للصندوق اللي الشعب هيختاره، هو اللي هيمسك البلد ان شاء الله. يعني بيننا وما بين المرشحين هو حكم الشعب كله، لان الشعب هو اللي يختار، ما حدش تاني. حضرتك هتشارك في الانتخابات ان شاء الله؟ ليه؟ عشان مصري. شاركت في الانتخابات اللي فاتت، يعني كان في انتخابات في 2005. أيوة. وكان فيها اكتر من حد فعلا مرشح. هو الحقيقه الانتخابات اللي فاتت عمري ما شاركت فيها، انا شاركت في الانتخابات بعد الثوره بس، انما قبل كده ما كنتش بشارك، لان طبعا كانت العمليه كلها معروفه يعني. طب لو سالتك عن الصفات اللي حضرتك هتختارها على اساسها المرشح، ايه المرشح اللي صفاته كذا وكذا وكذا ستعطيه صوتك، ولا انت لسه ما اخترتش؟ لا، هو اكيد طبعا لازم المرشح المحتمل للرئاسه اللي هو يمسك البلد لازم يكون قوي. يعني قوي يعني؟ لان البلد في فوضى كتير وفي انفلات امني، فلازم يكون رئيس عنده شده وحزم مع الشعب المصري، لان الشعب المصري خلاص يعني العمليه بالنسبه له دلوقتي كل واحد فيهم الحريه غلط والديمقراطيه غلط وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه، فلازم يكون في انضباط وفي قانون يرضع اللي كل شويه مظاهرات ومليونيات والحاجات دي كلها. انت حضرتك شايف المشكله في القانون ولا في تطبيق القانون؟ والله الاثنين. ما القانون موجود بس مين اللي يقدر يمشيه؟ لو اتكلمت معاك عن اعداد المرشحين، 13 مرشح، ده شايفه حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه؟ لا، ده حريه، اللي عايز يرشح نفسه يرشح نفسه، كل من يجد في نفسه ان هو قادر ان هو يعدي بمصر في المرحلة دي يرشح نفسه عادي، والاختيار للشعب. في رأيك مصر هتختلف بعد الانتخابات الرئاسية عن قبلها؟ الله أعلم بجد. طيب المرشح اللي انت هتختاره، هل بدأت تقنع أصحابك أهل بيتك جيرانك بيه، ولا انت سايب كل واحد حر من غير ما تخش في نقاش معه؟ لا، احنا دلوقتي كل واحد حر في رأيه، احنا بنقعد على ترابيزة كل واحد ليه مرشح معين، بس ما بنختلفش مع بعض في الاراء، كل واحد ليه حريه التعبير وحريه الراي. انا ارشح ده وانت ترشح ده، بس في الاخر احنا اخوات وزمايل وحبايب. يا رب دايما. استاذ محمد، لو اتكلمنا عن الانتخابات الرئاسيه، لو بدانا من اخر نقطه، الحديث الان على المقاهي بالفعل بيشمل الحديث عن الانتخابات الرئاسيه؟ هو حاليا الشغل الشاغل كله هو الانتخابات الرئاسيه، اللي بمشيئه الرحمن لازم تعدي على خير، والايام دي تعدي بهدوء، مش عايزين بلبله، مش عايزين دوشه، الناس تبدا تفكر وتاخد القرار الصواب، لان مصر داخله على مرحله كبيره جدا، الايام اللي جايه غير اللي فاتت، احنا كل مره بنعدي بنقول الحمد لله عدت سالمه، الخوف من اللي جاي، احنا متوقعين في مشاكل، بس احنا بنقول يا ريت نتماسك ونمسك اعصابنا ونهدئ من روعنا شويه، للايام اللي جايه محتاجه مجهود كبير، محتاجة النهوض بمصر ومحتاجة النهوض بالفكر. احنا مش عايز اتكلم ان التعليم عندنا مستوى بقى يعني منخفض جدا عن مستوى التعليم في اي دولة تانية، المستوى من كتر الشيل والحط الشيل والحط، المناهج كلها بقت مختلفة، الطالب مش عارف يركز، مش حال الشارع هيبقى عامل ايه. يعني لمست من كلام حضرتك ان حضرتك خايف عن الفترة القادمة والآن، خايف من ايه والآن من ايه؟ هو الخوف مطلوب، لان اللي جاي انت مش ضامنه، انت متوقع حاجه في الصندوق ما تعلمهاش، ممكن الصندوق يبقى ايه،
الصندوق هيطلع حاجات زي ما طلع من مجلس الشعب، يعني كان اختلاف كبير لان الثوار ضاعوا في الصناديق، فهل متوقع ان الثوار هيطلعوا في الصناديق اللي جايه؟ فالخوف اللي انت بتدور على واحد فعلا بيحب مصر، بيؤمن بمصر، بشعب مصر، وبعدين الحمد لله اللي المصري صبور فوق العاده، اللي خلاه يقدر يصبر 30 سنه، بتقلي ممكن يصبر تاني بس فتره قليله، مش هتوصل ل 30 سنه. طيب في رايك، حضرتك بتتكلم عن الشعب المصري وان المصري صبور، انت شايف حضرتك في وجهه نظرك المصريين هيتقبلوا نتيجه الانتخابات باي شكل؟ والله احنا بنتعشم خير من الله سبحانه وتعالى، دي حاجه. الحاجه الثانيه الخوف اللي ما يعجبش راي ناس تانية. الشعب المصري دايما بيقتنع بما قسمه الله، لكن في ناس مش عايز اقول دخيله خرجت عن توب الشعب المصري، عملت توب جديد لنفسها فعايزه كل حاجه تبعها، فده خطا او خبر، يعني مش عارف اوصفه بايه. يعني حضرتك بعد الانتخابات مجلس الشعب وشورى في ناس لم تعجبها نتيجه الانتخابات؟ لا، هو لانه انا زي ما بقول لحضرتك الصناديق كانت مفاجاه، اللي الثوار او الشعب السائر اللي كان من حقه يبدا يشكل التدخلات اتطرد بره الصناديق خالص. انت محتاج دلوقتي في عهد جديد، فكر جديد بثوره جديده، مش هنرجع لدفاتر قديمه بعصور قديمه. حضرتك شايف ان احنا محتاجين ثوره جديده ولا استكمال الثوره واستكمال اهدافها؟ هي الثوره لسه مستمره. احنا لما طلعنا، انا اسف يعني، لما طلع الشباب من السويس للتحرير اثبات لكلمه واحده، اللي الثوره لسه مستمره. احنا ما بنلعبش على كراسي، احنا عايزين نقول يا ريت نتلم تاني على الاربع مطالب الاساسيه بتاعت الثوره. هل الرئيس الجديد هينفذ مطالب الثوره ولا هينفذ مطالب اجندات تانية؟ ده اللي انا اقدر اتكلم. الكلام عن الرئيس وعن الضغوط، سواء الضغوط الداخلية أو الضغوط الخارجية، هل مساحة الضغوط دي تفرق من رئيس من مرشح لآخر، أو تفرق في أصوات الناس تتجه إلى مرشح يقدر يتعامل مع الضغوط دي، أو مرشح يبدو عليه إن هو هيكون ضد هذه الضغوط؟ هي أولا هتعتمد على قوة شخصيته، إرادته، إيمانه بالله، حب بالوطن. ده اللي انا بقدر اقوله، هيختلف من واحد لواحد في الحاجات دي. قوة ايمانه ببلده هي اللي هتصبره، وهي اللي هتقويه، وهي اللي هتديله العزم في اتخاذ القرارات الصائبة. لو اتكلمنا معاك عن الصفات اللي انت شايفها لابد ان تتوفر في الرئيس اللي هتديله صوتك، او المرشح هتديله صوتك حتى يكون رئيس. تمام. اول حاجه لازم يكون طالع من الثوره دي، بمعنى مش جه الثوره 18 يوم بس، لا ده قعد في الثوره لحد يومنا هذا. في مرشحين قعدوا اسبوعين بس في الثوره، لا انا عايز حد يكمل في الثوره، عايز اهداف الثوره تتحقق، عايز حد يخلي الشباب اللي قاموا بالثوره وشباب مصر هم اللي يحكموا. انا مش عايز واحد عنده 77 سنه زي مرشح من المرشحين، واحد عنده 70 سنه مفروض يقعد في البيت، يعني الدواء يجيله لحد عنده عايزه يمسك مصر. لا انا عايز واحد يخلي شباب مصر هو اللي يحكم مصر. كفايه يا جماعه الاستعانه بعواجيز مصر. انا عايز مرشح. انت في رايك يعني انت قلت عواجيز، في رايك الناس السن من كام لكام ما ينفعش يعني يرشح نفسه؟ من بعد 65 سنه ده مفروض يقعد. يعني على شايف من قبل 65 ده شباب اقرب للشباب شويه بين الخبره، يعني انت بتتكلم الشباب اقرب من 70 بس ابعد عن 50 مثلا. يعني مش واحد عنده 77 سنه يعني. غير كده واحد يكون مؤمن بالشباب، ده الاهم. ممكن واحد يكون عنده 50 سنه بس عايز ناس كبار، واحد تاني عنده 70 سنه بس يكون مؤمن بالشباب. في الناس اللي طالعه من الثوره هي دي الناس المؤمنه بالشباب بجد. انت شايف ان الرئيس اللي جاي احنا محتاجين رئيس يحكم بنفسه ولا يفوض غيره ويدي صلاحيات لاخرين يشتغلوا؟ لا طبعا اخرين يشتغلوا، انا مش عايز دكتاتور تاني، انا عايز مؤسسه اسمها مؤسسه الرئاسه،
ناس متخصصه، مستشارين سياسيين، مستشارين اقتصاديين. انا مش عايز واحد ينفرد من الحكم يصحى من النوم يبقى عايز يقول قرار جاي على دماغه وخلاص، لا لازم يكون بناء على دراسه. ممكن يبقى رئيس وسنه كبير ويستعين بخبرات الشباب وخبرات ناس سنها صغير ويكون هو الصله بينهم. تمام، بس الناس الكبار للاسف الموجودين دلوقتي ال 70 و 77 سنه كلهم من الفلول والنظام القديم ونفس الفكر اللي بقاله 30 40 سنه. انا الناس دي انا مش عايزهم يجوا تاني. انا في ثوره قامت وفي ناس ماتت. انا وانا قاعد معاك دلوقتي دخل علينا واحد انا عارف شكله من الصور بتاعته، عينيه الاثنين ما بيشوفش بيها من الثوره، هو قاعد قدامنا اهو. يعني الراجل ده لازم حقه يرجع، لازم الراجل ده عينيه راحت والناس اللي ماتت دي ماتت عشان واحد من الثوره هو اللي يحكم، هو اللي ينفذ مطالب الثوره، مش عشان مشينا حسني مبارك يجي لنا اللي كان تحتيه اللي كان رئيس اللي كان وزير خارجيته ولا كان رئيس مجلس الوزراء بتاعه. لا طب رايك في اللي بيقول ان البلد محتاجه حد يكون لعب سياسه قبل كده كان جوه المطبخ عشان يقدر يعدي الاربع سنين؟ الاربع سنين اول اربع سنين اصعب اربع سنين، يعديها بس الاربع سنين دي بخبرته وقدرته على التعامل، وبعد كده يجي حد ثوري ينهض بالبلد. طب يبقى الاولى بينا اللي احنا نخلي حسني مبارك بقى يجي يحكم اربع سنين لحد ما البلد تمشي. ما هو الناس اللي خبره عملوا ايه؟ ما الناس الخبره دي اللي سرقتنا. لا انا عايز واحد محترم يبني البلد دي على 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 قانون وعلى فكر وعلى على كل واحد يبقى يعني الناس المتخصصه هي اللي تحكم البلد، مش هو اللي يحكم بديكتاتوريه. هو ده اللي احنا عايزينه. وانا مش عايز حد خبره، ممكن يكون خبره بس يكون محترم، لكن انا مش عايز واحد خبره فلول عشان يمشي له اربع سنين يخربها لي تاني. لا طب رايك ان يعني ان في بعض الناس مش قادره تحدد مين، لدرجه هم خلاص بيفكروا ان هم ما يروحوش ولا يصوتوا؟ لا طبعا. لهم ايه؟ لا طبعا لازم يفكر، عشان الرئيس ده هيقعد اربع سنين وهيبقى مستقبلك مستقبل عيالك بين 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 المرشح ده، فما تبطلش صوتك. يعني الثوره دي قامت عشان اللحظه دي، فلازم طبعا الناس كلها تشارك، وبيشتشارك بمعنى انا حابب فلان او فلان ده كان ليه موقف قبل كده فانتخبه. لا لازم اشوف برنامجه ايه، الراجل ده عمل ايه الايام اللي فاتت، اخش على النت او اشوف الكتب بتقول ايه على الراجل ده، مش عشان انا منتمي للفلول او منتمي للثوره ارشح وخلاص. لا اشوف الراجل ده فعلا هأتمن ولادي وأتمن أهلي وأتمن بلدي إنها تبقى تحت إيديه ولا لأ. السلام عليكم. ازيك يا رضا؟ الحمد لله أستاذ ماجد. رضا عبد العزيز أحد مصابي محمد محمود، التقينا مع بعض. بنصور معاك دلوقتي. أنت عامل إيه الأول يا رضا؟ الحمد لله سلام. أنت أحد مصابي محمد محمود وفقدت بصرك ولكن لم تفقد بصيرتك الحمد لله. يا رضا احنا نتكلم النهارده مع الناس عن فكره الانتخابات الرئاسيه. انت متابع الانتخابات الرئاسيه ولا لا؟ اكيد. ايه اكتر حاجه شداك في موضوع الانتخابات الرئاسيه؟ اللي شدني موضوع الانتخابات الرئاسيه ان هم بيتصارعوا على كرسي الانتخابات الرئاسيه بالذات الاخوان المسلمين. احنا عايزين نكون سائر مننا. بس الاخوان المسلمين ده في 13 واحد مرشح، يعني الاخوان لهم واحد هم 12. زي عمرو الدكتور عمرو موسى زي الناس دي كلها. احنا عايزين بس حد يحس بينا عشان اي رئيس جمهوريه يجي مجرد موظف بس بيشتغل براتب ان هو يدير اعمالنا بس. يعني فكره الرئيس اللي هو الفخامه والموتوسيكلات والعربيات، انت شايف ان الفكره دي خلاص مسترب بعد الثوره؟ خلاص لا خلاص، عصر الدكتاتور انتهى، هنبدا عصر جديد. وحتى لو رئيس جمهوريه جديد يحط حسني مبارك قدوه ليه، يعني هو لو عمل معانا حاجه يبقى زي حسني مبارك بالظبط. في ناس شايفه ان الانتخابات الرئاسيه دي تمثيليه ومش هينزلوا ينتخبوا، ايه رايك؟ في ناس كتير بتقول لك الانتخابات ديت اي رئيس جمهوريه يجي هيبقى من تحت ترابيزه المجلس العسكري، المجلس العسكري هو اللي بيحركه. بس انا عايزين رئيس جمهوريه بجد مدته خمس سنين مش اكتر. اربعه بس ما ترشحش تاني. ايه الصفات يا رضا اللي انت شايفها في المرشح هيديله صوتك من غير ما تقول لنا مين المرشح؟ انا عايز المرشح ويكون حنان على الفقير ويحس بالفقير وعلى الفاسد يفتري، يعني مش يفتري بس يعني ياخد يعني يديله حقه ياخد جزاءه يعني قانونه. القانون. رضا وانت احد الناس الشباب اللي نزلتوا التحرير وتم اصابتك، من ساعه الاصابه لغايه دلوقتي كلمنا شويه عن اهتمام المسؤولين باصابتك ورعايتهم ليك بعد الاصابه.
يعني الحمد لله، يعني في ناس ربنا مش هينسانا اول حاجه، وكل اللي جابوه ربنا كويس الحمد لله. اكيد ربنا شايل لي حاجه حلوه بعد كده، بس اهتمام المسلمين باصابتي يعني انا مبقاش زي الاول. انا يعني الحمد لله ناس كتير فاكراني وناس كتير نسيتني، فانا بقول اللي نسيني واللي افتكرني، انا ما عملتش كده عشان حد يفتكرني وحد ينساني، انا عملت كده عشان خاطر بلدي بس. طب انت يا رضا لما بتتحرك دلوقتي وبتنزل الميدان، احساسك بالميدان زي الاول ولا اتغير؟ لا زي ما هو. زي ما هو. طب انت حاسس ان الميدان اتغير ولا زي ما هو؟ لا هيتغير ان شاء الله، ان شاء الله يتغير، ومش هيبقى فيه مش هيبقى في اي يعني ما فيش اي مخاطر على الميدان، ما بقاش في اي حركه تعديل المرور، يبقى كل حاجه ان شاء الله هينزل زي الاول واحسن من الاول. طب رضا يبقى بعد شويه هيبقى احسن من 5 سنين فاتوا. طب رضا يعني انت بتركب تاكسيات ومواصلات، في ناس كتيره بقت تقول ثوره ايه، احنا بقالنا سنه ونص وشقيانين وتعبانين، والفقير زاد فقر، واللي عايز يعمل حاجه في الباب بيعملها، بتقول ايه للناس دي؟ انا اقول للناس ديت الحريه ما بتجيش يوم وليله، احنا بقالنا 30 سنه بنبني عماره وعايزين نهدها، فمش ممكن هنشيل الركام بتاعها في يوم او في يومين. فيعني ثوره فرنسا قعدت 30 سنه عمرها ما نجحت، فاحنا لازم الناس تصبرنا شويه، الناس ما تجيش علينا عشان احنا ما عملناش حاجه غلط في البلد، احنا نزلنا نقول عيش كرامه حريه، ما كناش شاربين اكتر من كده. الناس تصبرنا شويه بس اكتر اقل، وما الناس ما يا ريت ما يقولوش ان المصابين دول بلطجيه. انا راجل معايا سياحه وفنادق، دبلوم سياحه وفنادق، ازاي ابقى بلطجي؟ فانا يا ريت الناس، انا بقول للناس اللي هي تفهم في الثوره تتكلم، بس تتكلم بالحدود، واقول للناس اللي هي مش مدركه يعني ايه ثوره ما يتكلموش في حاجه، عشان ما يشوهوش صورتنا اقل حاجه. طب يا رضا رايك ايه في ما حدث في يوم الجمعه الماضيه في العباسيه؟ انا كنت هناك ساعتها يوم الجمعه وسبت بطوبه يعني عادي، مش مشكله، والحمد لله يعني. طب خرجت من هناك ازاي؟ خرجت زمايلي خشروني خرجوني بره جرينا. فيعني انا اقول للمجلس العسكري حضرتك عملت احداث العباسيه عشان تنسينا قضيه بورسعيد وجلسه بورسعيد، فاحنا عمرنا ما هننسى اي دم شهيد مننا، او مش هسيب حق نقطه دم مني او من زمايلي، عشان احنا لنا حق، واللي شفنا انا بتكلم دلوقتي هيعرف احنا لنا حق، والبلد دي ليها حق علينا. ان شاء الله حقك وان شاء الله حقك مش هيضيع، حق لو ضاع في مصر مش هيضيع عند ربنا سبحانه وتعالى. شكرا يا رضا، اتعرف عليك. حسن فريد من مصابين الثورة. يا حسن وانت احد المصابين، شايف ازاي الانتخابات الرئاسية القادمة؟ والله انا متوقع اي حاجة ممكن تحصل، بس انا ممكن اتكلم على اللي انا بتمناه. انا اتمنى ان انا يعني الناس اللي زي رضا وزيي وزي ناس كتير دفعوا ثمن اكتر مني، زي رضا دفع نور عينه عشان خاطر، يعني رضا نزل زي ناس كتير في محمد محمود عشان خاطرنا احنا، عشان خاطر مصابين ثورة يناير، نزلوا عشان يدافعوا عننا لما تم الهجوم علينا. رضا بقى مش بس مننا، بقى فوق دماغنا زي ناس كتير، وزي ناس قليلة دفعوا ثمن زي رضا. انا اتمنى لكل رئيس، اول حاجة بداية انا اتمنى طبعا اللي يكون الرئيس اللي يجي مهما كان اتجاهه السياسي يكون رئيس ثوري مقتنع بمطالب الثوره، مؤمن بيها، مش بس كلام عشان يرضي. كل المرشحين بيقولوا احنا هنحقق اهداف الثوره، يعني كل المرشحين يعني قالوا ان احنا ساهمنا في الثوره ايا كان شكل المساهمه ايه. تمام، هو الكلام ده موجود في البرنامج الانتخابي بتاعهم كلهم، احنا جايين ناكد على مطالب الثوره، حتى لو هو كان هو محسوب على النظام اللي فات، بس لازم نعرفه، لازم الناس تبقى حاسه بيه او تبقى واعيه ليه وتاخد بالها منه كويس، الرئيس الثوري، عشان نعرفه هو ثوري ولا لا بجد. لازم ندور على تاريخه، هو ايه، دفع ثمن برضه زي ما احنا دفعنا ثمن، زي ما رضا دفع ثمن، زي ما ناس كتير دفعت ثمن، زي الشهداء عشان خاطر مصر، ولا هو مجرد ظهور على السوق على الساحه بمساعده ناس كتير تديله فرصه اللي هو يظهر، بمساعدة عوامل كتير تديله فرصة. لا احنا محتاجين الراجل ده عشان الراجل ده اللي هيمسك البلد وقوي، صرف النظر اللي هو مع الثورة ولا لا هو ضد الثورة. انا بقول للناس ما تنساقش ورا الموضوع ده، الموضوع ده مش هيبقى لصالح مصر خالص، لان انا شايف لو جه رئيس
من النوعيه دي، نوعيه النظام السابق او المحسوب عليهم، هيبقى في موجه ثانيه، واعتقد ان هي هتبقى موجه اقوى بكتير قوي من موجه يناير، هيروح فيها ضحايا كتير. هيبقى الكلام ده بسبب وجود رئيس غير ثوري لرئاسه مصر بعد الثوره. طيب هل ممكن يجي عليك يوم تندم فيه ان انت نزلت الثوره وان انت اصبت وكنت قعدت احسن في البيت والدنيا عدت؟ هقول لحضرتك على حاجه، انا لو كنت هندم على كده كنت ندمت لما قعدت 8 شهور شهر رباعي، كنت ندمت لما عملت 3 عمليات في النمسا ورجعت، واول ما رجعت اتخذت مخابرات عسكريه عشان انتقدت المجلس العسكري، كنت ندمت اللي انا بعد ما شاركت في احداث رئاسه الوزراء اتخذت مخابرات عسكريه، كنت ندمت لتاني مره او تالت مره. انا عمري ما ندم على حاجه انا عملتها، عشان انا مؤمن باللي انا عملته، ولغايه دلوقتي انا مؤمن باللي انا عملته، بصرف النظر عن الناس اللي بتقول ايه علينا، بتقول الناس اللي قالوا علينا بلطجيه وعملاء ومولين من الخارج لاسقاط مصر، الناس اللي لسه لغايه دلوقتي مش مقتنعه، مفكره اللي احنا نزلنا متاجره بقضيتنا. لا، احنا مصابين الثوره، بناكد على مطالب الثوره اللي احنا نزلنا عشانها. بالمناسبه بس في حاجه ممكن انوه ليها، ان شاء الله كل الناس المحترمه من مصابين الثوره والمتمسكين بقضيتهم، ان شاء الله في حركه سياسيه بنقوم بيها اسمها دماء الحريه، دي اول مره نتكلم فيها، طبعا بوجود رضا وبوجود ناس كتير محترمه جدا بتدافع عن قضيتها ومطالب الثوره. مش بس انا مصاب ثوره وعايز اتعالج او عايز اشوف حياتي كريمه، لا، انا باكد على مطالب اللي انا نزلت قبل ما اتصاب عشانها، باكد عليها ومستمرين ان شاء الله. تعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام ممدوح. اسلام ممدوح. اسلام، لو اتكلمنا عن الانتخابات الرئاسيه هتشارك فيها ولا لا؟ اشارك فيها باذن الله. ليه؟ يعني عايزين رئيس يعني يكون نزيه، يعرف يحكم كده. انت شايف ان البلد ممكن تهدى لما يجي رئيس جديد؟ هتهدى باذن الله، هتهدى. ايه الصفات اللي انت شايفها في الرئيس القادم؟ وبامانه انا برشح المرشح غير ذكر اسماء يعني. يعني قلنا الصفات من غير ما نذكر اسماء. البلد هتتزبط حل البلد. اهم صفه هتكون موجوده في الرئيس القادم؟ يراعي ربنا فينا بس. طب لو تخيلنا ان بقى في رئيس قادم، ايه اهم حاجه يبدا بيها ويشتغل عليها؟ يعني الناس الفقراء الغلابه كده، دي اهم حاجه. اهم حاجه. شكرا ليك يا اسلام. رضا، عايز تقول ايه يا رضا؟ انا احب اقول لما رئيس الجمهوريه يجي جديد ما تنساش اللي اتعمل في مبارك. بس اكد عليه، اكد عليه لاخر مره. الكاميرا فين؟ نعم، الكاميرا كده يا رضا، يعني يمينك. ايوه، ما تنساش اللي حصل في مبارك. مش هينسى ان شاء الله. خلينا لسه احنا في القهوه. و تعرف عليك؟ شريف ناد. شريف، لو اتكلمنا معاك عن الانتخابات الرئاسيه، ناوي تشارك في الانتخابات ولا؟ اكيد طبعا. امتى الانتخابات الرئاسيه؟ لا يعني يوم ايه ازاي؟ يعني يوم الانتخاب هيبقى يوم ايه في الشهر؟ يوم 25. يوم 25. انت شايف في الانتخابات الرئاسيه القادمه عدد المرشحين 13، ده عدد شايفه كبير، معقول، صغير؟ الكبرى او الصغرى في العدد مش مشكله، المشكله الاهم اللي بينتخب لازم ينتخب صح. علشان ينتخب صح ينتخب ازاي؟ لازم يبقى في معلومات عن المرشحين. حد دلوقتي المعلومات قليله اللي بنسمعه، يمكن انا اعرف معلومات بسيطه غير ما يعرفش، فلازم نعرف معلومات اكتر عن المرشحين. انت شايف حضرتك الناس تعرف معلومات اكتر عن المرشحين ازاي؟ من طريق الاعلام، لازم يكون في توعيه من الاعلام. يعني شايف ان دلوقتي دور الاعلام مهم في ان هو يوعي الناس باسماء المرشحين وبرامج؟ طبعا، عشان نقدر نعرف السيره الذاتيه لكل واحد فيهم ونحدد انا عاوز مين او ده عاوز مين كده. طيب لو اتكلمت معاك، هل انت فعلا اخترت حد ولا لسه بتفكر؟ لا، لسه لحد دلوقتي لسه بصراحه. طب ايه الصفات اللي انت حطيتها في دماغك بالنسبه للرئيس القادم لازم أن يكون مطابق عليه؟ اول حاجه يراعي ربنا في الناس اللي موجوده. خلينا نعرفها ازاي يا شريف؟ مش محتاج نعرفها ازاي، يعني عندك 13 مرشح، تعرف ازاي ده هيراعي ربنا وده مش هيراعي؟ يعني ايه المعيار اللي ممكن نقيس بيه؟ انا بقول اللي هيمسك في الرئاسه. مش انا بتكلم معاك على ايه الصفات اللي انت حاططها لازم أن يكون 1 2 3 عشان اديله صوت. تمام، دي ما اقدرش اقولها لان لسه برضه المعلومات لي انا الواحد اللي هختاره
مش لاقي معلومات كتيرة لي. يعني السن مثلا، هل انت حاطط سن معيار للاختيار ولا لا؟ لا السن لا، انا كل اللي حاطه بالنسبة للمرشح الرئاسة اللي جاي انه يكون كويس بكل المقاييس، ما يكونش زي النظام القديم. احنا عانينا كتير، انا كنت موجود في الثورة من ضمن الناس اللي موجودة، الحمد لله ما فيش اصابة ولا حاجة. في احداث محمود محمود كنا مع رضا برضو، وانا صراحة فخور برضا اللي عملوه. صحيح انا شاركت وكنت موجود معاهم، بس مش لاقي حاجة اتكلم فيها. طب لو قلنا الرئيس القادم، لو الرئيس القادم شايف تطلب منه ايه؟ يعني تقول له ايه اللي انا عاوزه في كل القصة دي كلها؟ ان انا محتاج الناس القديمة دي تتحاسب. لحد دلوقتي مفيش اي شيء عنهم، كل الحكاية تأجيلات تأجيلات تأجيلات. وانا اعرف ان في مادة بالنسبة للقضاء انه مجرد لو استشعر ان الراجل ده مذنب يحكم عليه، يعني مش مجرد قواضي ولا مش محتاج ورق، مش محتاج كل الكلام ده، مجرد شعور ان الراجل ده مذنب ليه ما بيحكمش عليه؟ ليه لحد دلوقتي صابرين على الناس دي؟ صحيح الناس دي موجودة في السجون دلوقتي، لكن اتباعهم بره لسه في مشاكل بتحصل، ويعالب ايه اللي هيحصل بعد كده. انا معرفش ايه اللي جاي بعد كده، وانتخابات الرئاسة دي هتتم على خير ولا لا. فكل ده لازم يبقى ليه حد. الناس دي طالما موجودة وعلى قيد الحياة وموجودين هيعملوا مشاكل كتير، فلازم يكون في حكم للناس دي علشان يقدر اللي بعد كده هيعمل مشكلة هيتحاسب عنها. بس تعرف عليك مصطفى. مصطفى قول لي، يعني وانت قاعد على القهوة الكلام عن الرئاسة بياخد منك وقت قد ايه تاني؟ طبعا احنا دلوقتي الشارع السياسي كله وكلامه كله عن الانتخابات، لان دي مستقبل البلد بعد ثورة. الناس الشباب تعبت وكل الناس تعبت عشان البلد دي يبقى لها مستقبل. فالمرشحين حاليا الكلام لازم عنهم يبقى كتير عشان انا اعرف وغيري يعرف وده يعرف ان ده حلو وده كويس وده عنده عيوب وده من النظام القديم وده عاش الثورة وده ما عاش كده، عشان الناس تعرف ازاي يختاروا صح. معلوماتك عن المرشحين بتاخدها منين؟ والله عن طريق حاجات كتير، في وسائل اعلام، في انترنت مثلا، صحف، تاريخ المرشح قبل كده اذا كان كويس ولا لا. الكلام مع اصحابك واصدقائك ممكن يؤثر عليك في اختيارك للمرشح؟ لا طبعا، انا يعني كل واحد دلوقتي في الشارع السياسي احنا شايفين اراء كتير، انا لازم احترم راي غيري، بس في الاخر يا ريت كل واحد يختار صح. بس يعني يا ريت كل واحد يختار صح، لان البلد دي لازم يبقى ليها مرشح قوي يقدر يحكم على البلد ويقدر يعمل عداله اجتماعيه بين الناس. فكره المرشح القوي، هل القوي ده ان هو يكون مثلا ليه خلفيه عسكريه؟ هل القوي ده ان هو مثلا خد تجربه الحكم قبل كده؟ ولا القوي اللي هو بيطلع تصريحات ناريه؟ ولا قوي يعني ايه قوي؟ القوي دي بص حضرتك بتيجي من ايه؟ ممكن مثلا من سيرته الذاتيه، برضو ممكن من تاريخه، مثلا كان ممكن يبقى عضو مجلس شعب قديم بس ليه كان ليه قوه في البرلمان، يقدر يسيطر، يقدر يقول تصريحات ما بيخافش. بس يعني المرشحين بدأوا يطلعوا في وسائل الإعلام وبيتكلموا، هل تابعت حد منهم وهل ده أثر على خياراتك انت اختار ده او ده ده او ده لا؟ بص حضرتك، هو كل مرشح طبعا نفسه يكون يبقى هو الرئيس، فلازم يقول لك برنامج انتخابي، لازم هو يقنعك بكلامه. فانا هختار على بناء على معلومات، انا ماليش دعوه بيه، لان هو لازم يقول لي برنامج انا اقتنع بيه، فاكيد كلامه هيوصل للناس. بس لو احنا اتكلمنا على ان حدثت الانتخابات وجي رئيس، ايه رسالتك للرئيس القادم لمصر؟ صفاته؟ لا رسالتك ليه، عايز تقول له ايه؟ اول حاجه يبقى في عداله اجتماعيه شويه، لان البلد دي اتظلمت كتير. الوزير مفيش فرق بينه وبين عامل النظافه، يعني في قاسوا قبل كده درجه بين اذكى رجل في العالم واغبى رجل في العالم، طلعت ما يتعداش 15% او 10% تقريبا. فدي يعني مش درجه تخلي انه يبقى وزير ممكن يبقى يدوس على عامل النظافه ده، لا ده بشر وده بشر برضه. فلازم يبقى في عداله اجتماعيه في البلد، لان البلد دي مظلومه من زمان. يعني مع ان الذكاء والغباء ملوش علاقه بالوظيفه، لانك انت ممكن تلاقي راجل عامل نظافه واذكى بكتير جدا من وزير. مش شرط، انا بمثل لك بس مش اكتر، يعني انا بمثل لك ازاي يكون في عداله اجتماعيه بس. طيب سؤال اخير، انت شايف الناس يعني حاطه امال كتيره على الرئيس القادم، هل الناس مستعده تقبل النتيجه
النهائية في الرئيس أيا كان هو مين؟ أنا بتوقع لا، هيبقى في ده بيقول لا وده موافق على النتيجة وده مش مقتنع بالنتيجة، ده بيقول لا المفروض ده اللي يكسب، أكيد هيبقى في الشارع كده، بس في الآخر أداء الله واضح حكمته. يعني نتعرف عليكم الأول. أنا أحمد حمدي. أستاذ أحمد، يا صاحبي احنا بنتكلم على الانتخابات الرئاسية، أولا هتشارك في الانتخابات ولا لا؟ أكيد إن شاء الله هشارك في الانتخابات بإذن الله. متابع أخبار الانتخابات؟ أه متابعها أول بأول. ليه هتشارك في هذه الانتخابات؟ أعتقد إن هي أول انتخابات رئاسية من سنين طويلة جدا عشان حد يشارك فيها اللي هي تكون حقيقية، يعني بمعنى أصح. فكرة إن في 13 مرشح، شايفه ده حاجة إيجابية ولا سلبية؟ هي أكيد طبعا حاجة إيجابية. بالمقارنة باللي فات قبل كده خالص ما كانش في غير حسني مبارك وحد كده جنبه كده بيدوبك ما بياخدش 1% من الأصوات يعني، فطبيعي لازم أشارك إن شاء الله. طب لو سألتك على مين المرشح اللي هتديله صوتك أو إيه الصفات اللي في المرشح اللي هتديله صوتك من غير ما تقول لي اسمه إيه؟ أنا ممكن لحضرتك أقول لك اسمه كمان لو حضرتك. يعني إحنا مش عايزين نزيع أسماء حد، بس قول لي الصفات يعني. يعني بص أقول لحضرتك حاجة، أولا يكون مرشح يبقى عنده كاريزما للرئاسة، يعني عارف حضرتك إيه يعني، شكله راجل محترم بمعنى أصح أو راجل قيادي بطبيعته، ويكون برضو عنده خلفية بمعرفة البلاد كلها والناس برضو سواء رؤساء وزارة أو رؤساء دول أو الكلام ده كله، برضو يبقى عندهم خلفية عنه، فيكون ليه خلفية بمعنى أصح يكون ليه خلفية سياسية ومحترم في وسط الدول كلها، فاهم حضرتك؟ يعني برضو يكون مثلا ليه علاقة بالخارجية، ليه علاقة بأي حاجة تاني. لكن ال 13 واحد في منهم واحد طبعا نرشحه، بس ال 12 التانيين يعني كل منهم واحد بيقول بوعود مشاريع ومش مشاريع والكلام ده كله، بس الكلام ده مش هيبقى كلام على ورق، لا احنا برضو عايزين بمعنى اصح ان احنا نشوف الناس دي ممكن هتعمل ايه على الواقع. تمام، بس انا ليا مرشح واحد بس اللي انا مقتنع بيه من ساعه بدايه الثوره، بغض النظر عن الناس بتقولوا ايه، بس انا مقتنع بيه كشخص يعني. طيب